السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة علم الكل، مرحبا بكم أصدقائي مجددا في هذا الدرس الذي من خلاله إن شاء الله سنتعرف على الحل النهائي لجميع مشاكل فقدان إشارة جهاز الاستقبال. دون الإطالة أصدقائي في المقدمات، سنتجه مباشرة إلى إعدادات جهاز الاستقبال وبالضبط إلى إعدادات ضبط الهوائي، ثم بعد ذلك نتجه إلى هاتان الإشارتان. بالنسبة للإشارة الأولى تسمى بقوة الإشارة، وتعني بأن جهاز الاستقبال متصل بلاقط الـ LMB عن طريق الكيبل أصدقائي. أما الإشارة الثانية تسمى بجودة الإشارة، وتعني بأن جهاز الاستقبال يستقبل القمر الصناعي نايلسات أو هوتبيرد أو إلى غير ذلك من الأقمار الصناعية. في هذه الحالة كما تشاهدون أصدقائي في الصورة، تعني بأن هذا الجهاز هو يستقبل القمر الصناعي نايلسات. لكن يواجه العديد من الأصدقاء العديد من المشاكل المتعلقة بهذه الإشارة، وإن شاء الله في هذا الدرس سوف نتطرق إلى التعرف على جميع هذه المشاكل والحلول الخاصة بها. إذن أصدقائي، معنا أول مشكل قد يواجه العديد والعديد من الإخوة، هو أن يجد بأن قوة الإشارة وكذلك جودة الإشارة منعدمتان أصدقائي بهذا الشكل تقريبا. سنقوم بإزالة هذا الكيبل بهذا الشكل. قد يكون أصدقائي كما قلنا الإشارتان بهذا الشكل. كما قلنا أول مشكل قد نلاحظه هو نأتي إلى طاقة الـ NMB ونجد هنا غلق. في هذه الحالة هذا هو المشكل. سنقوم بتغيير غلق إلى فتح بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سنقوم بتركيب الكيبل بهذا الشكل. بعدها ستظهر الإشارتان. هذا بالنسبة للمشكل الأول أو الاحتمال الأول. وننتقل إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أو المشكل الثاني، قد تكون طاقة الـ NMB مفتوحة، وقد يكون الكيبل مربوط بجهاز الاستقبال مع اللاقط، لكن الإشارة منعدمة أصدقائي، وكذلك الجودة منعدمة بهذا الشكل، على هذا الشكل أصدقائي. في هذه الحالة قد نجد مشكلان. المشكل الأول قد يكون العطب في الكيبل، الكيبل قد لا يشتغل، أو قد يكون العطب أصدقائي في اللاقط. كيف سنعرف ذلك؟ كيف سنتأكد من أين يتواجد المشكل؟ هل هو في الكيبل أم في اللاقط؟ سنتعرف عليه من خلال هذه الطريقة أصدقائي. أولا سنقوم بربط اللاقط مع جهاز الاستقبال بهذا الشكل أصدقائي. إذا وجدنا إشارة قوة الإشارة بهذا الشكل وجودة الإشارة لا شيء، هذا دليل قاطع على أن اللاقط والكيبل هما يشتغلان بشكل جيد ولا يتواجد بهما أي مشكل. لكن إذا قمنا بتركيب كما قلنا الكيبل واللاقط بهذا الشكل، لكن الإشارة والجودة لا يوجد بهما أي شيء، هذا دليل على أن أحدهما يتواجد به مشكل. لنعرف، لكي نتأكد أين هو الخلل، سنأتي أصدقائي بالسات فاندر بهذا الشكل. ثم ماذا سنفعل؟ سنقوم بربط جهاز الاستقبال عن طريق الكيبل، ثم نقوم بإزالة الكيبل من على اللاقط بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سنأتي أصدقائي بالسات فاندر بهذا الشكل، ونقوم بتركيب الكيبل بهذا الشكل أصدقائي. كما تسمعون فهذا الصوت، صوت السات فاندر، دليل على أن الكيبل يشتغل بشكل جيد وليس به أي مشكل بهذا الشكل أصدقائي، فالسات فاندر هي تشتغل. فإذا قمنا بتركيب الكيبل في السات فاندر ولم تشتغل معنا السات فاندر، وكذلك لا تصدر أي صوت السات فاندر، فهذا دليل قاطع على أن الكيبل
يتواجد به خلل ما، يعني هو الذي يتواجد به المشكل. في هذه الحالة وجب علينا تغيير الكيبل أصدقائي، وكذلك أصدقائي لنتأكد هل اللاقط هو يشغل أم لا. نفترض أننا وجدنا المشكل في الكيبل كما قلنا، سنقوم بتغيير الكيبل ونعيد نفس المحاولة، فإذا وجدنا الإشارة صعدت فهذا دليل على أن اللاقط هو يشغل كذلك الكيبل، وإذا لم نجد الإشارة يعني بعد تغيير الكيبل لم نجد الإشارة فهذا كذلك دليل على أن اللاقط هو الذي به المشكل أصدقائي. والآن أصدقائي نأتي إلى الاحتمال الأخير أو المشكل الأخير الذي قد يواجهنا، وهو على سبيل المثال قمنا بتركيب الكيبل مع جهاز الاستقبال وكذلك مع اللاقط المتواجد في الصحن الهوائي، وكذلك قمنا باستقبال القمر أي قمر صناعي نريده، ومع ذلك لا توجد جودة الإشارة أصدقائي. في هذه الحالة المشكل سيكون في جهاز الاستقبال، لأن يعني ذلك المركب المسؤول عن جودة الإشارة الذي يكون داخل جهاز الاستقبال هو الذي يكون به الخلل. في هذه الحالة يجب تغيير جهاز الاستقبال بأكمله أو يجب إصلاح العطب المتواجد في جهاز الاستقبال. يعني كما شاهدتم فكانت هذه خلاصة شاملة لمشاكل فقدان الإشارة وكذلك الحلول الخاصة بهذه المشاكل أصدقائي. أما الآن فقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس البسيط. لا تبخلوا علينا أصدقائي بالاشتراك بالقناة إن أعجبكم بطبيعة الحال هذا الفيديو، كذلك لا تنسوا أن تتابعونا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، وزوروا موقعنا الإلكتروني www.علمالكل.com للمزيد من الدروس والأخبار. دمتم في حفظ الله ورعايته.